سنس ان اسامه لعيب كوره قديم وحابين نشجعه تاني يرجع يلعب كوره من جديد، احنا حبينا نعمل له تشالنج بسيطه وجبنا له الشوز اللي هو كان نفسه فيه طول عمره، ساكر شوز. بس حبينا نعمل له تشالنج بسيطه عشان يكسب الشوز دوت. هنعمل له لمده شهر تشالنج ان هو يخلص الديوتي دي كلها حسب الورك اوتس اللي هو عايز ينظمها مع بعض، الديوريشن هيتمرن كم مره في الاسبوع، دازنت ماتر. As long as ان هو على اخر الشهر او قبل نهايه الشهر ان شاء الله هيكون مخلص الديوتي دي كلها. وفيرست ثينج هيبقى 80 كيلو جري، 1000 بيربيز، 1000 بوكس جامبس، 1000 سيت ابس، and for the weight lifting will be 600 hang clean and jerk with 135 pounds and 600 deadlifts with 225 pounds and 600 back squats with 155 pounds and 300 pull-ups at the end. So كل المطلوب من أسامة ان هو at the end of this month ان شاء الله يخلص الورك اوت ده.